600 طالب وطالبة من مختلف المحافظات السورية اختتمت فعاليات المخيم الطلابي للحزب السوري القومي الاجتماعي المقام في بلدة كفرسيتة بريف طرطوس بحفل ضم لوحات فنية تعبر عن الواقع السوري والأزمة وإرادة الشعب وصموده في الدفاع عن أرضه الغالية. وجود هؤلاء الشباب من كافة المحافظات أقل ما يقال فيه أنه رسالة إيمان بالدماء الزكية التي قدمت للوطن ستزهر انتصارا حتميا. لدينا برنامج تنموي يساعد رفقائنا الطلبة على آلية التعامل ضمن الجامعة. طبعا من اسم هذه الدورة سوريا قرار وانتصار، أردنا أن نرسل رسالة إلى أن قرارنا دائما هو الانتصار، والانتصار ليس خيار، والانتصار ليس مفروض بحسب الظروف الراهنة، وإنما هو قرارنا، قرار الشعب السوري. الهدف الأساسي هو تربوي، ثقافي، فني وتدريبي مثل ما شفتوا من خلال العروض. ونحن أهم شيء عندنا بالنسبة لنا خلينا نقول هو رفع الروح المعنوية لرفقائنا من خلال نمط حياة واحدة. هيدا البلد نحن ربينا خلقنا فيه وربينا فيه وبدنا نضل فيه. تخلل الحفل كلمات للطلبة المشاركين في المخيم تعبر عن أهمية ما تقدمه هذه المخيمات من تنمية لجيل الشباب من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والفكرية والفنية، والتي تكسب الشباب خبرة يحتاجونها في حياتهم اليومية. نحن جينا من كافة المنفذيات، اجتمعنا هون لنشكل وحدة اجتماعية بين رفقائنا ما عم نعرفهم من قبل. تعرفنا كلياتنا هون على بعض، عشنا 7 أيام حلوين كتير، عملنا رياضة، حلقات إذاعية ثقافية. نحن تعلمنا كيف نحب بعض، تعلمنا كيف نكون سوا إيد وحدة، تعلمنا كيف نتعامل مع الطبيعة، تعلمنا كيف نتعامل مع الأرض. نحن إنه بننطر هالأسبوع كل سنة، كل ما نجتمع من كل محافظات سوريا بأزمة مثل موجودة هلأ، وشايف نجتمع هون لحتى نثبت للدنيا كلها أنه نحن أبناء الحياة. تعلمنا هون دورات رياضية، دورات ثقافية، إذاعية، تعلمنا نعيش بنظام يعني كتير مميز، تعلمنا كيف نجدد فكرنا، كيف نثبت أنه نحن أبناء الحياة. الهدف من العرض الذي قدمه المشاركون في المخيم التأكيد على أن الدماء الذكية التي قدمت ليصان الوطن ستزهر نصرا حتميا، وتأكيدا على قرار الشباب السوري في الدفاع والتضحية والانتصار.